التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دمج الموضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لدارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر لأوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ثمن جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية والاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعدادات العام الدراسي الجديد. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين على الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة. كما شهد اللقاء نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلا عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي. هذا وشهد اللقاء نقاشا حول المستجدات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل بنيويورك، حيث رحب بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي، وأكد على أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات الإرهابية أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر. وشدد شكري على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا. أعلن وزير المالية الروسية أن مشروع الميزانية الجديدة يهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال من منتجي النفط والغاز، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة عجز ميزانيتها. وقالت الحكومة الروسية أنها وافقت على مشروع قانون خاص بميزانية عام 2023، وكذلك الفترة بين عامين 2024 حتى 2025 دون ذكر أي تفاصيل. هذا وسيعرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته قبل أن يوقع عليه الرئيس ليصبح نافذاً. لقي 7 أشخاص مصرهم في سلفادور في انهيارات أرضية نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت الحماية المدنية إن 5 أشخاص لقوا مصرهم في انهيار أرضي في قرية صغيرة تبعد نحو 16 كيلومتر جنوب غرب العاصمة سان سلفادور، مضيفة أن 2 آخرين لقيا مصرهما في انهيار أرضي مماثل في قرية أخرى تقع على بعد 21 كيلومتر جنوب العاصمة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.